ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لاحق لها اليوم أن البلاغات التي تلقتها غرفة عمليات قوة الإطفاء العام المتعلقة فقط بفترة هطول الأمطار تجاوزت 170 بلاغا، تضمنت إنقاذ 83 شخصا كانوا محتجزين في مركباتهم بالمناطق البرية، بالإضافة إلى بلاغات أخرى من ضمنها ارتفاع منسوب المياه الأمطار في سراديب المنازل. وأضافت الإدارة بأن جميع البلاغات التي تم التعامل معها لم يسفر عنها وقوع أي إصابات، فيما تناشد إدارة العلاقات العامة والإعلام المواطنين والمقيمين باتباع إرشادات السلامة المتزامنة مع حالة عدم الاستقرار الجوية وذلك لسلامتهم.